مسرحيات كرتونيه. شنو هي مسرحيات كرتونيه؟ انا وقت اللي حكيت في توسي بوان كوم حكيت على الطفوله اللي عشناها، ثم برشا حاجات غالطه، برشا حاجات غالطه. اش معناتها نعطيك كف سروالك ترخف بالله؟ برص ام لا بالله لحظه لا لا، ثم حاجات جراف جراف على المهم واحنا صغار ويحبون نطلع شجاع. نعطيك كف سروالك ترخف فيه عليه. به انا نحكي لك حكايه خشمك بري تشويه. شنو هيك المساط هذيك؟ وشكون المبدع؟ بالله نعطيك فازات اخرين. باهي سيد نعطيك بونيا نجيبك في بولونيا. تصور واحد عليك تذكر يروح. شنو هي هذيك؟ عليه شنو اين جانب بيداغوجي في التصاور؟ باهي سامحني نعطيك حاجه، نقول لك حاجه. ثم الساعه اغنيه تنبأت بالشيء اللي عايشينه تو، وكان قلنا لك ما تدوخ غنيناه 35 سنه التالي. تعرف تقول كلمات بيب بيب عم حبيب هز مرته للطبيب اشرى لها دبوزه حليب. عم حبيب كان يعلم اللي الحليب مش يتقطع بعد 35 من 35 سنه ماناش يلعبوا ناس بكري مش نورمال. فهمتني؟ انا حكيت على الديسا انمي وما بدا تاثيره على الطفل. انا صاحبي راني تفرش الكابتن ماجد قتلني بالكذب، قتلني بالكذب الكابتن ماجد قسما بالله يا نوفل. اي باش يلعب سونتر قعد ثلاث جمعات عامل هكا واحل، عامل هكا اغزر الساعه الكذبه الكبيره واحل. الكابتن ماجد عامل هكا غمض عينيه الساعه جوارات كل واقفين قالوا لحظه ماجد راهو يخمم قاعد يخمم. الناس كل عاملين هكا والله، الناس كل عاملين هكا. ماجد جاب الشوط الكوره تعرفش قال؟ قال ساسجل هدفا في قلبه. قال والله يا كابتن بسام قاعد على السور من غادي لاخر تو قالها في قلبه بس سمع ملك لن تسجل يا ماجد. يا معلم كيفاش سمعوا بس ساعة ليه؟ وشوف بصراحة الكابتن ماجد شاط الكورة وثم بنية مغرومة بالكابتن ماجد عملت له فو بروفيل يا ودي حالة. يا يا فريق المجد يا 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 فريق المجد يا فريق المجد عبدته برجت له الكابتن بتاعه شاط. اسمعوا لا هذه بالحق صاير بالحق. الكابتن ماجد شاط شوطة قال انها لك يا ياسين. هيا ما نجيش نعملها عملك هيا. قلت لك ثلاث سنين اختي عرست بابا خرج ريتريت حاجه جراف جراف. فهمني اسمعني شاط الكوره مشيت الكوره الجوارات الاخرين ديفونسيرات تاع كابتن بسام الكوره متعديه الساعه الاولاني عمل لك التو واحد غادي ابارامون والاخر بجنبه عمل لك الكره متعديه الاخر بجنبه عمل ها. اسمع اش قال، عاد قال جمله تاريخيه للموت ما ننساهاش عمل لك ها انها تمر يمر رئيس انها تمر. وهو شو الفازه؟ يبداو لنا بالديساني مي مدام فهمتني يعدوا لنا كوره هكاك ديساني مي باش نهار اخر كي وزير يقطع بشويه فلوس وكذا الشعب كله عمل ها انه يمر. فهمت؟ والله والله دونك دونك انا قلبي معبي نحب نزيد نحكي شوي. اي تفضل. باهي اختارنا من الكابتن ماجد والكابتن وليد ها الكره جايه ماشيه للبار وهو اش نحكي لك اش نحكي لك اربع سنين ثلاث سنين كل لا لم دي يجري على ما خلط البار اللوحة والكابتن وليد. اختارنا من الكابتن ماجد خويا. ثم حاجه اخرى جراف الحاجات اللي تفرجنا فيهم قبل فهمني ابار ان قطع ان جو صرف قطع صرف جو اي او مش معناتها الله اعلم على الحيط هذيك ده يختاري من هذيك شكلي شكلها فاطمه السرقاء. شكون قال لك فاطمه السرقاء؟ اختاري من هذه عصفور فوق الشجره يحسب حتى العشره وعليه يحسب الساعه عصفور علاش يحسب؟ انت برا طير يا معلم والله يا نوفل شيء يقهر وبعد يقول شدوني ودرا شو عصفور انت برا هذه شو طابع هذه الدوخ طابع سكر في الكياس يحسب حتى ال 11 علاش مش 8 اختاري من هذه برجوليه. انا اكثر واحد يلزم الساعه يعملوا له حل بالرسمية. عندك زورو الساعة زورو علمني البهام. أنا زورو خويا هو زورو زورو يكمل القضية متاعه يطلع البركون يكمل القضية كل ما ينقز يا نوفل والله كل ما ينقز يعمل هكا يجي على الحصان بالضبط. لنهار فاتوا لنهار جاء مخر جربت هذه قسما بالله عندنا زيتونة في البلاد في مدنين وعندنا جحش رجعت الجحش والله وركشت فوق الزيتونه عملت زرو الجحش هو مشى ديجا عنده لا انطلق طلع مش هو الجحش اللي مشى اللي ينقز حسين. واحد اخر زاد قهرني على الاخر جاكي شون كنت مغروم نكري في الفيديوهات قبل
وانا مغرومك السروال بوغار قبل تعرفوا السروال بوغار صندل نيلون بلاستيك هذاك كنت نحيي طبقه بلاستون والله اسمع عملت عميل مش على الساعه توسع بالله سامحني يحبوا يفرقونا هما تو والله قراب اما احنا التوانسه الكل عشنا نفس الحاجات باش نعطيكم حاجات كان كلام صحيح قولوا صحيح ثم حاجات عملناهم التوانسه الكل اليوم مانيش فاهمينهم مثلا ما ثماش تونسي اصيل ما دماغش واحد ولا تدماغ وما حطش البن البن علاش الله اعلم لو في الخير هذه انا اليوم مانيش فاهم علاش البن نتاع القهوه اي باهي البن ما تفهمش علاش ما ثماش تونسي ما قراش سواء في الابتدائي ولا في الثانوي ما خداش ستين وفرغوا بالمصارعه يا معلم الناس كلها عورناها ما ثمش ستيلو ما ثمش ستيلو ما ثم هو بالحق تونسي ولا ستيلو بصراحه فهمني ما ثمش تونسي ما خدش ستيلو وحشاه في شريطه بدا يدور كل لحظات ذكراه الشريط كي تبلع كاسيت القديمة بعد ثم حاجات فريمون تاريخ مشترك صحيت ما ثمش تونسي الساعه ما خدش سروال الجين قصوا في الصيف شورت وعملناها بكل واحد تذكرها أيه. اسمعني بالجبال يا ودي تبع حاجات مش نورمال ويني هذيك ويني حصر يا حصر فهمتني عندك جاكي شون زادة لا احترمه خاطر جاكي شون لا والله لا نحترمه ونقولها له ويني كاميرا أيه. جاكي شون ما نحترمكش خويا اوكي خاطر جاكي شون ضريتني على الاخر على الاخر خاطر مره جاكي شون جاب له الماتر نتاعو دلاعه رينيه رينيه بومبا على صوابعه هكا عمل بومبا على صوابعه والله يا نوفل ليش عملتها؟ جا لا جاب دلاعه ملك انقبها دلاع جربتها بابا جايب دلاع ليبيا كل عرفتوا يا ودي بمطرقه ما يتقصش ومن غير ما سخنت يشوف مول حتى عملت اقعد غادي ليه؟ بيت ديكا متر مربع علاش قريناه يا سيدي؟ انا تجاوبوني 10 ملايين تونسي علاش قررونا الديكا متر مربع؟ يا ودي التونسي ماكسيموم حلم حياته 120 120 متر مربع يسكن فيه تقري فيه في الديكا متر مربع الوين خساير قري اربعه من الناس ينجموا يوصلوا للديكا متر مربع باهي باهي اكسون تيكي علاش تقريني فيها؟ على فا اجاني على فا اكسون تيكي هذيك والله كليت على تريحتين هذيك يا سيدي انا قاري نعرف مثلا اعطيني فازه بالاكسون تيغو تي حاسيل ما عليناش يا سيدي انا قاري الاكسون تيغو نعرف نكتب وفي عركه لحمه عركه في الحومه وجاني واحد راسه قدك واعطاني دماغ قول له والله على فا اكسون تيغو تم حاجات لازم بصراحه وشنو هي مدرسه الحبيبه من بيتنا قريبه بالحق شنو هي مدرسة الحبيبة من بيتنا قريبة؟ هذه ثم مدارس اليوم 6 كيلومتر على الدار وانا الفتن نظيف ومهذب هذا مهذب لا 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 فوالا تبدا خنينته هكا ويغني مهذب ولطيف سي فري والاو ماكش يبك تونسي كل تغني فيها او ماكش يبك علاه رسول انا بك بليس دو غني فيها او ماكش يبك ثم حاجات نوفل بصراحة ما تتعداش دونك جيل هذا الكل تحب تعمل له شكسبير اه اللي عشنا هذا الكل بعد تقول لي مسرحيه شكسبير تتي عني علي انت تتي عني كخه بالله معناتها كخه الساعه كخه يا مدام قراف راهو والله معناتها كخه خبره تبارك الله هذيا الخبره تتكلم بالحق راهو عليس انا تعرف علاش فرحان بالبرنامج هذا لانه البرنامج هذا تورثته اجيال ما تبارك الله المدام بنتها جابت بنيه وبنتها الاخرى جابت بنيه معناتها فريمون ثم خمسه قرون